سافرتيش يا مرة ورجعتي مطورة وسافرتي. سيداتي انيساتي، حنا خدامين على حلقات جداد. الله يحفظك، شكرا بزاف، وكنقدروا المجهودات ديالكم اليزان فيونسور في هذه الاجواء الرياضيه ديال كاس افريقيا، وان شاء الله غادي نهزوا الكاس ونفرحوا الشعب. كما قلت لكم، حنا خدامين على حلقات جديده ان شاء الله، زائد برنامج جديد او كونسيبت جديد. اسمع، واش عقلت على داك الدار اللي ناقصتي؟ خلي لكم مفاجاه. دابا بغيت نسولكم، واش هاد المراه هادي مراه ولا راجل؟ علاش؟ حيت في النهار الاخر في لندن، قبل ما نشد التران ونمشي لمدينه نيويورك، قررنا قلنا سيدي نديروا واحد الماساج باش نحيدوا به العيا ديال ديك السيمانه. ايوا مشينا لواحد لو سونتر ديال الماساج اللي هو سونتر تايلاندي، وجابوا لي انا واحد السيده اللي غدير لي المساج. ولكن دوك الكتاف اللي كانوا عند ديك السيده شويه مرجلين، وانتم كتعرفوا الناس ديال تايلاند عندهم دي فام اللي شويه هكا، وعندهم رجالات هما اللي شويه هكا. فانا بقيت حاير، واش هذيك المراه مراه ولا هذاك الراجل الراجل؟ باقي كتسول وجهك قاصح اخو. بالنسبه للناس اللي كتسول على الفيزا ديال الانجليز، التفاصيل والوراق راه كلشي كاين في الانترنت. حاجه واحده اللي ننصحكم بها هو انكم تفرجوا في الناس اللي ترفضات لهم الفيزا باش تتعلموا من الاخطاء ديالهم. ثاني حاجه كنصحكم انكم تستعنوا بالشات جي بي تي. علاش؟ غينفعكم الذكاء الاصطناعي، غيعاونكم انكم تعمروا داك الفيج ديال ديبونس اللي كتكتبوا فيها شحال غتخسروا وفين غتمشيو. الذكاء الاصطناعي كيصايب لكم واحد الفيش ناضيه على البلايص اللي غتمشيو ليها وعلى الديبونس اللي غتخسروا، كيعاونكم. هذاك باش دير كوبي كولينيشن غا كيعاونك كنقال، ولكن كون هذيك الفيش ديال ديبونس علاش كيطلبوها لك؟ كيطلبوها لك باش يعرفوك واش عارف فين غادي ويعرفوك شحال غتخسر البلايص اللي غتمشي ليهم. وبالنسبه للناس اللي كتسول على لي زوتيل، انا كننصحكم كتجربه خاصه متواضعه ديالي، خذوا لي زوتيل الرخاص وما تاخذوش اير بي ان، حيت ما غتبقاوش جالسين في الدار وما غتحتاجوش تطيبوا، حيت اغلب الاوقات غتكونوا خارجين كدورو كتسهروا وكتكتشفوا المدينه. وبالنسبه للاير بي ان بي غاليين، تقدروا تطيحوا في النصاب. كان بغى يدير بينا واحد النصاب، ولكن جاب الله درت عليه الريسيرش وعرفت انه غير نصاب. والنوع ديال لي زوتيل الرخاص ايبيز وما جاوره. دابا بيد ما خدمنا الحلقات، نخليكم مع الفلوق ديال اخر نهار في لندن قبل ما نمشيو مدينة نيويورك، وتسناو الشهر الجاي ان شاء الله حلقة جديدة وكونسيبت جديد. علاش انا لابس هكا اليوم؟ مرحبا بك في السؤال الاول من الاسئلة الشفوية للحصول على رخصة السياقة المغربية. السؤال الاول، عندك ماتش ما بين ليفربول وتشيلسي غيبدا من هنا 5 ديال الدقائق، هل اليسار تقدر تمشي للقهوة وتتفرج وتخسر 50؟ هل اليمين تقدر تشد لوتوروت وتتفرج في الماتش طوموبيل ويشدك الرادار؟ نيشان غتقدر تمشي تتفرج من الدار 50 منات ديال المدام و 2600 درهم بكود بروموز الرق؟ يا سلام، يلا جاوب جاوب وطلقنا، راه مازال تابعنا 39 سؤال. سينو تقدر تشارجي 200 درهم ونصيفطو لك البيرميتا للدار، هادي مزيانة. صباح مشمش يا معلم. صباح الخير اخوي، صباح الخير. ابجيو في الدروب. مور الفطور خديت واحد دوبل اكسبريسو بحال هكا. اليوم هو النهار الاخر ديالنا في لندن، غدا غنشدو الدراري من هنا ان شاء الله. اليوم غادي نديرو غير شوبين وتسركيل باش ما نعياو، وقبل ما ندخلو للوطيل ريزيرفينا واحد الماساج باش غدا ان شاء الله نخرج مع حوايجنا ونمشيو للدران ان شاء الله. نشدو الدران، الدران غيدير بينا ساعتين باش نمشيو ان شاء الله ليورك. قد خرجنا، حنا كل صباح مولفي كنشدو الطوبيس من لهيا، اليوم غنشدوه على اليسار. تصرنا الاخوان، تصرنا. الناس اللي كتسول على لوطيل وبغات تعرف لوطيل، ها هو لوطيل، ها هو هذا هو لوطيل. هو هذا كاين اكثر من 3 في لندن هنايا واقعيا، والله ما عرف بحال ايبيز وداك الشيء، كاين بزاف لي زوطيل. حنا غادي نشدو الطوبيس ان شاء الله باش نمشيو لاوكسفورد ستريت نسركلو النهار الاخر هذا. ضرب ليها السليبات ديال راس العام، ضرب. ها ها ها، هزت هما تيضحكوا.
حنا كازي كنتسناو المدام خلات له هذا المهل باش تخرج فين الى اين الوجهه؟ غنمشي لواحد السوق هنايا ديال الفلاحه ديالو هنا في الشارع هنا باش الزوين كلشي قريب كلشي قريب روما يقدكش النهار تعطلت يا مدام ويلا لا لا مدام راه غنبدا نولي مغربي يا مدام بقاش تعطل يا مدام كما قلت لكم غادي نمشيو لواحد السوق ديال الفلاحه موراها غادي نمشيو لتشاينا تاون حتى هي قريبه يا راه شوفوا شنو تغداو هنا ولا نتغداو لهيها وهاد الناس هادو راه تيعرفوا يمشيو هاني شام حتى واحد مسوق عليك ولا انت مسوق عليك كلشي غادي يقضي غراضو دابا مثلا انت غادي لتشاينا تاون وفي الطريق لتشاينا تاون كتلقى بزاف الحوايج تشوف شارع صعيب تسالي كامل في نهار واحد صعيب وكاين بزاف ميدا اصاحبي والمحلات هنا عندهم اوريجينال ولكن راه كاليتا اصاحبي ديال بصح الجلد الجلد كوير كوير ديال بصح الثمن غالي الثمن غالي صراحة ولكن كاين محلات رخاص كاين محلات رخاص وعندهم اكاديك مزيانة دابا حنا الخوت بدنا البلان هكا باش يقلبوا على فيش اند شيبس حنا جينا لهذا المحل هذا هو المحل الانتظار واجب وطني عادي اخيرا جلسنا لقينا بلايصه الخوت اتموسفير زوين عفوا لنا خوت تطلعنا زوين الزيت كنشم ريحه الحوت المقلي والمعده ديالي كتزعزع الله 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 اخيرا الحوت غداش اخوتو عفون بسم الله كاينه المعنى كاينه ضروري خاص تاكل فرشيطه وموز حيت تكون بزاف في المغرب يحسبها ب 100 درهم صح هي الاخ نوش والبطاطا ديالو مسكونه هاد الطربه قداش الخوت والله تاع الحوزه تحقرتها بالله صعيب تكملها صح كبيره صاحبي قلت الصفيحه ديال رجلي يلا ناخذ شي قهوه الخوت يلاه ناخذ شي قهوه انا نوريكم المحل الا جا شي واحد انا لندن ما تعرف هذا هو المحل هو غتلقاوه في هذا الشارع سميتو الشارع عبد الرحمن المكاوي خويا الغربه كاع ما داتني انا هنايا يقول لك شي واحد داتني الغربه راه ما داتنيش هاد الساعه راه ما داتنيش 43 دقيقه الليل طاح الليل صافي طاح الا ما زربتيش على النهار النهار كيزرب عليك 20 هنايا المهم حنا غادي ناخذ القهوه اخباركم هنا صعيب نحفظ الاسامي ديال البلايص واش علاش في ماليزيا حفظت الاسماء دغيا بانطون كان هنا لا ما كاين Butterfly, Costco Street. وانا ري شحال الزحام والبلاصه اللي حنا غاديين ليها فيها مظاهره ديال البشر وشحال ديال البشر سبق لي اخي العامل بالصفر والاحمر شنو غيوقع كاع شنو غيوقع ما يوقع والو خويا كيطيح الظلام هنا مع الثلاثه كيولي الاجواء ساحريه انا لا اريد ان اعود يا ربي نلقاو شي قهوه هنا الله الله تستجب الدعوات ديالي حنا لقينا جليسه وقهوه من الفوق يا سلام بلاصه زوينه الواحد يجلس فيها والله يا اخواني المكان جميل جدا كاع الاماكن هنا زوينه قافين تخوي الغضب ديال السيمانه غنجيبو قهوه ونجي نجلسو ان شاء الله هنايا يلا معنا كاملين العامل دير شي حل لحظة دير شي حل لحظتك انا غنوريكم واحد من الساكسوفون تيقطع في القلب شرك قطع وسي العامل ودير شي حل لسي العامل واش هادشي ما بقاش لك في خاطرك السي العامل ما ضركش في خاطرك هذا هو المحل اللي غناخذو فيه قهوه وابخي غادي نمشيو باش نجلسو في هذاك المكان الاخر اللي قلت للسي العامل صايبنا بحالو انت السي العامل كتاخذ القهوه ديالك وكتاخذ كراويسه ديالك وكتجلس هنا مع الوليدات ولا كتجلس هنايا وكتمنظر ليا مع هاد الجو هذا حنا سارينا القهوه ديالنا باش اللوطي ارتاحوا بيد ما مشينا للمساج غنديروا المساج الخوت ارتاحوا حط حويجاتنا باش نمشيو نديروا المساج بعد ما ارتاحينا دوشنا دابا غادي نمشيو للسويديش ماساج هو جا في الدوره هنايا تقريبا شي دقيقه ديال المشي غير هنا في الدوره باش نرجعو ان شاء الله نجمعو حوايجنا نشدو الطريق ان شاء الله الصباح
الشتا كتصب الخوت ونضرب عليهم الصنداره ديال الصباح. المهم قربنا للمحل هو في الدوره شوف شي قردونا بحال ماليزيا ولا لا. هذه هي بلاصه المساج الخوت، هذه الغرفه ديال الرجاله، هنا فين يكسلوني. لي زامي ما قدرتش نصور لكم الداخل حيت راك عارف المصال ديال المساج وكذا. انا كنصح اي واحد سافر تايلاند ماليزيا اي دوله اسيويه ولا حتى اوروبيه خذوا مساج خصا احساس رائع. عرفتي دابا ما ورد المساج هذا غنضربها بواحد الناس يا سلام والله حتى مساج رائع. ولكن دابا حنايا في لندن في يوكي، ولكن هذا السونتر ديال المساج راه تايلاندي. غنمشيو دابا ندخلوا لوطيل نضربوا هاد القهيوه نستمتعوا بهاد اللحظات. مساج رائع بزوين هاد لوطيل، هنا العصير وقهوه حتى فابور ديما. دابا مورا المساج نتمطقوا مع راساتنا. هو دا هو البار الا كنتي كتشرب ولا شي حاجه الله يعفو عليك. واحد البلان وقع دابا في هاد السونتر ديال المساج تايلاندي. هذيك السيده اللي جات عندي انا ومعروف على تايلاند انهم تيكون فيهم رجاله هكا والعيال حتى هما تيكونوا هكا. فاش بدات المساج بقيت نتنوى تنقول واش هذا راجل ولا مراه. هي عندها شعر طويل ويديها رطبين، ولكن ما عرفتش من كثرت ما كدير المساج بحال ربي الكتاب بقيت نشكك. في الاخر طلعت امراه. اصلا انا كنت باغي راجل يدير لي المساج، يعني هذيك المره طلعت راجل راه مزيانه، الا طلعت امراه مزيانه. احسن حاجه تنصح اي واحد يسافر سفر ماشي يدير الغربه وتمار والخدمه، لا اي واحد سافر برا باش يدير الكونجي ولا كذا قلب على شي صندوق المساج هذاك ودير مساج مزيانه كتحيد لك ستريس كامل ديال اللي تمشيتي في ديك السيمانه الاولى. اللي فكر في المساج هي المدام، اللي فكر دير لنا مساج كنشكرها صراحه. انا نسيت دابا غادي نشربوا الكوز ديال العصير غادي نقعدوا الشانطي ديالنا باش غدا ان شاء الله غادي نشدوا التران. المهم التران عندنا مع ديك 12 يعني خصنا نوضوا بكري.